هل الصور والتصوير حرام؟ نعم، تصوير ذات الأرواح من بني آدم أو من البهائم أو الطيور لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقت أحيوا ما خلقت. ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جعيبة رضي الله عنه قال لعن رسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة والغاشمة والمستوشمة ولعن المصوت، رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن التصوير من الكبائر كما أن أكل الربا من الكبائر وهكذا الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرزه بيده أو خده بإبرة ونحوها، فإذا خرج الدم لطخه بشيء من النيل أو الكحل أو نحو ذلك يبقى علانة وشامة عليه، هذا يفعله بعض الناس غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. الواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواء كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو لحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمال والعقال والدجاج ونحو ذلك، كله محرم. ثم إن كان التصوير له ظل له جسم فهذا محرم بالإجماع به مع المسلم لهذه الأحاديث الصحيحة. أما إن كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في الرأس ونحو فهذا أيضا محرم عند جمهور أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك. ولك مع من أجاد التصوير الشمسي حجة، فهو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك من حديد أو خشب أو غير ذلك. والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رؤوسها أو محوها بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه لا بلع صورة إلا طمستها. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة على الفتح محا جميع الصور التي في الكعبة وكسر الأصنام وأخذ ماء وثوبا فمسح به ما بجدران الكعبة من الصور، لكن إذا أكره الإنسان على صورة لأخذ التابعية حبيرة مثلا أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار وهو محتاج إلى ذلك كالتابعية والشهادة العلمية وقيادة السيارة ونحو ذلك مما يلزم به وليس له مندوحة عنه، فلا حرج عليه إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة وهو لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء. والله ولي التوفيق.